معنا أحد عناصر كتيبة الدفاع الجوي، كتيبة الشهيد الشيخ عصام الصالح فاروق حلب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويجعل لكم مخرجا. هذا رشاش مضاد للطيران الحربية الميج والحوامات التي تقصف المدنيين العزل ليلا نهارا، أطفالا وشيوخا ونساء. هم لا يقصوا لا 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 يستهدفون الجيش الحر فقط، هم يستهدفون الأرض والشجرة والبشرة والحجر وكل شيء. ونعدهم لن ندعهم يهمون فوق سمائنا. بإذن الله سنسقط طائراتهم فوق سمائنا. وسيعلم الذين يظلمون أي مقلب ينقلبون. ونقول للجنود الذين لم ينشقوا إلى هذه اللحظة، اتركوا هذا الظالم، اتركوه، سيتخلى عنكم في يوم من الأيام. لن يرحمكم، لن يفيدكم ندمكم. وشكرا. تقلع في أخوي.